المهاجر يشكل مصدر دخل تنموي داخل وخارج الوطن. نقف على آخر الأرقام التي يشكلها ويستحوذ عليها المهاجر فيما يخص التحويلات المالية داخل الوطن الذي يهاجر فيه وكذلك إلى وطنه الأم. بالنسبة للمهاجرون هذه المرة داخل منطقة الخليج، نتحدث عن من نسبته 70% من نسبة الأجانب من القوى العاملة تستحوذ عليها هذه المنطقة، و 30 مليون مهاجر داخل منطقة الخليج. المنطقة تستحوذ على في حدود 11% من إجمالي المهاجرين عالميا خلال هذه الفترة الماضية. أما بالنسبة للمصادر الرئيسية للعمالة الوافدة في المنطقة هي من جنوب آسيا وشمال وشرق إفريقيا. بالنسبة إن تحدثنا عن التحويلات المالية تحديدا التي تشكل بعض مصادر الدخل الأساسية لدى الدول التي تستقبل هذه التحويلات الخاصة بالمهاجرين لديها خارج هذه الدول، نتحدث عن أكبر مصادر التحويلات المالية للمهاجرين في العالم هي في منطقة الخليج. تحديدا في الإمارات شهدنا بعض التراجع مقارنة مع العام 2019 فيما يخص هذه التحويلات، كانت في حدود 43 مليار دولار. أما بالنسبة للسعودية فشهدت بعض الارتفاع إلى أكثر من 34 مليار دولار. بالنسبة لهذه التراجعات التي شهدناها في الإمارات جاءت بسبب تداعيات الجائحة، وشهدت نسبة تراجع بالنسبة للتحويلات حول العالم بأكثر من 10% في 2020 وبسبب التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا على جميع الأصعدة. أكبر الدول مستضيفة للمهاجرين نتحدث عن السعودية وفي منطقة الخليج السعودية في المركز الثالث عالميا، أما بالنسبة للإمارات كذلك تأتي في المركز السادس عالميا فيما يخص الدول مستضيفة للمهاجرين من هذه المناطق. بالنسبة لآخر التطورات وتشكيل تطورات الهجرة الرئيسية في منطقة الخليج، تقوم على تنويع الاقتصادات وتنمية الاقتصادات داخلها، تمكين المرأة في القوى العاملة، وكذلك بالنسبة لتنمية مهارات الأجيال المستقبلية وفئة الشباب للمستقبل. لدينا كذلك الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة، هناك شراكة ما بين القطاعات المختلفة. هذا فيما يخص هذه التطورات الأخيرة. بالنسبة للأولويات الاستراتيجية الآن التي تركز عليها منطقة الخليج فيما يخص هذا الملف وملف الهجرة لديها داخل الدول، في المركز الأول لديها الحوكمة كذلك التنقل والمرونة في التعامل داخل هذه الملفات وكذلك الملفات الخاصة بالمهاجرين إليها إلى الداخل في خلال الفترة الماضية التي شهدناها، وارتفاع عدد المهاجرين واستحواذها على ما نسبته 11% من إجمالي المهاجرين عالمياً.